منتخب مصر منتخب اخر مصر. لقاء كان بيننا انا وانت كنت زعلان شويه من الاداء، دلوقتي الامور اتحسنت كتير. اكيد تتفق؟ اكيد. تتفق. مباراه كوت ديفوار ومباراه المغرب كمان ادونا حاله طاقه ايجابيه جدا لمنتخب مصر. اكيد الطفره اللي موجوده دلوقتي والفرحه اللي موجوده في مصر طبعا سببها الماتشين دول. طبعا ازاي قدرنا نتفوق على فرقه الافيال اللي هي فرقه كوت ديفوار، وقدرنا نتفوق على يعني فرقه المغرب اللي هي الفريق المرشح بشكل قوي جدا كان للوصول لنهائيات افريقيا وكاس الامم. عايز اقول ان فعلا هم دخلوا البهجه، دخلوا في ان اللي كنا منتظرينه وهي الروح، عوده الروح. صح. يعني كنت زمان بنتكلم في اشكال او حاجه زي كده، لكن احنا كنا بنفتقد الفتره اللي فاتت روح الفريق داخل المنتخب المصري. صح. يمكن اللعيبه بعد ماتش نيجيريا ابتدى المرحله الوعي، ابتدى يدركوا الخطوره، موقف المنتخب المصري، خروج فريق يعني يمتلك افضل لاعبي يعني ويمكن افضل لاعبي في العالم محمد صلاح، ومعاه برضو مجموعه لعيبه متميزين بقوا في اوروبا، ليهم وضعهم وليهم شكلهم وليهم اسلوبهم والاداء والكلام من ده، ومعاك خط دفاع يعني بصراحه افضل خط دفاع في مصر دلوقتي من فترات. يعني النهارده لما تيجي تلاقي مثلا حجازي والونش ودخل محمد عمنا، ومعاك باك ليفت فتوح، وناحيه اليمين اكرم توفيق في حال طبعا رجوعه طبعا بالسلامه ان شاء الله.